السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كثر الكلام والسؤال بخصوص هل احتفل الإمام علي عليه السلام بعيد الغدير أو لا؟ لنشاهد هذا الجواب من شيخ سني وبالتأكيد من شيخ شيعي للرد على هذه الشبهة. المبهج الحديث عن غدير يخم هو اهتمام بما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفاء بمن احتفى به النبي صلى الله عليه وسلم. فموقف الغدير وخطبة الغدير ومقام النبي في الغدير موقف اهتم به النبي واحتفل واحتفى. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم يدفعنا للاهتمام بهذا الحدث، واحتفاؤه بمن احتفى به في غدير خم يدفعنا إلى هذه الحفاوة العظيمة التي أظهرها النبي وأشهرها وأعلنها في هذا المقام. ولذلك استحق هذا الموقف أن نقف معه. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة بعد أن أكمل الله الدين وأتم النعمة وقضى حجة الوداع للناس وودعهم في منى وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وعاد إلى 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 مكة. أنا كنت كتبت كتيب عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كأنك معه. فعندما تخيلت مشهد الرجوع إلى مكة كان مشهد مؤثر، مشهد مؤثر وأنا أتخيله. تخيل النبي الآن وهو يرجع إلى مكة بعد أن أقام الحج بأكثر من 100,000، وكلمة 100,000 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا رقم فلكي، خيالك فلكي، رقم فلكي. يعني أن يجتمع 100,000 في 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 مكة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرقم لم يتكرر بعد ذلك إلا في 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 عصرنا هذا، وإلا كل عصور السابقة ما كان يجتمع هذا العدد أكثر من 100,000. علي العراقي يقول: تكرر هذا السؤال كثيرا، وهو هل احتفل الأئمة بيوم الغدير أم لا؟ نعم أخي الكريم، الأئمة احتفلوا في يوم الغدير. الإمام الرضا سلام الله عليه احتفل في يوم الغدير، وأيضا سائر الأئمة كانوا يحتفلون ويحتفون بيوم الغدير. وهناك وردت روايات عن الأئمة تحثوا على إدخال السرور على العيال في يوم الغدير، وإدخال السرور على الأحبة والأرحام وسائر الناس، وهذا الشكل من أشكال الاحتفاء والاحتفال بيوم الغدير. وردت عندنا روايات تشير إلى الاهتمام بهذا اليوم، وفي هذا السبيل ورد فيه استحباب الصيام، ورد فيه استحباب الغسل، فهو يوم احتفى به الأمة واحتفل به الأمة وسماه الإمام الصادق عيد الله الأكبر. وهذا موجود في المصادر في من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق الجزء الثاني صفحة 90، وكذلك تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ومناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب وغيرها من المصادر. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي. إذن السني يجيب، الشيعي يجيب، نعم إن لهذا اليوم يوم له خصوصية، هذا اليوم له خصوصية كبيرة جدا. يعني كان أهل البيت عليهم السلام قد حثوا، هذه الإجابة من الشيعي إجابة، ولنا في هذا اليوم أعمال صيام، صدقة، عيدية للأطفال، كذا كذا كذا، فلدينا أعمال بهذا اليوم. بخصوص الشيخ السني أيضا يجيب إن هذا اليوم يوم خاص للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.